راجعنا بثورة العشرين هم فتوا فتاوي مقاتلة الاحتلال الإنجليزي، وتالي هذه الفتاوي صدرت المعركة مع داعش مراجعنا اللي انطوا فتوى على اسم سماحة السيد السيستاني. كل مراجعنا انطت فتوى الدفاع عن العراق وتأسس الحشد وهاي الإنجازات الكبيرة والدماء والتضحيات. يجي واحد يريد ينسف هاي الدماء والتضحيات والفتوى وهذا التاريخ والمشكلة ينسبه الناس سلمت مناطقها، هاي كارثة يعني. وشون وسلمت مناطقها بالدليل منصات وبايعات وفيديوهات وإعلام وفضائيات كلها روجت إلهم. وزعماء قادة، أحد الزعماء التافهين اللي هو هسه موجود رئيس كتلة، يطلع يقول هذول ثوار، هذول ثوار وهذول خرجوا وهذول يريد يحررون المناطق. وتالي من بعد هذا الكلام هو داعش وقتل وسيف وحرق بالنار. يجي واحد يريد يزيف الحقائق كلها ويضرب الفتوى ويضرب الدماء ويضرب التضحيات ويضرب الإنجازات والدولة اللي هم ضيعوها هم شركاء بيها. احنا ما لنا علاقة، احنا ما نباوع رئيس وزراء، احنا نباوع رئيس وزراء جاب هاي الكتلة وجاب هذا الزعيم وجاب هذا القائد وجاب فلان. انتم احنا ما نقول رئيس وزراء، انتم اختيرتونا هذا، انتم فصلتونا هذا الشخص وقلتوا هذا رئيس وزراء تعالوا روحوا طيعوه وهو يحكم العراق. من 2003 الى 2014 وبعد 2014 نفس الشيء، احنا متفرجين عليكم، متفرجين. انتم جاي تطعنون بينا، انتم جاي تضربون بينا وتضربون بدمائنا، مو احنا صادره لتضحيات المجاهدين، صادره لدماء الشهداء. وصلت المرحله انه هذه الدماء الطاهره والزكيه تتهجمون عليها؟ لا، وتتهجمون هنا على القاده وتقولون للمقاتلين احنا ما عندنا مشكله وياكم، انتم عندكم تضحيات وتتكلمون وتتهجمون على ابو مهدي وعلى حجي قاسم، والمرجعيه قالت ابو مهدي وحجي قاسم قاده النصر، واليوم هم تتهجمون علينا، وباشر تتهجمون على مقاتلينا، وباشر تتهجمون حتى على عوائلنا، وتتهجمون حتى على عوائل المجاهدين، لان هي هاي سلسله وخطه. أم إحنا قادرين ندافع عن نفسنا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.